السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب رقم 24 من موقع ريبوت كاش. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا، موقع ريبوت كاش. طبعا الموقع احنا شرحينه قبل كده وعملنا منه 23 اثبات سحب، والنهاردة هنعمل اثبات السحب رقم 24. طبعا لو حضراتكم بصيتوا لاحتياط المشروع، احتياط كبير جدا زي ما انتم شايفين، واللاعبين حوالي 906412 واحد مشترك في الموقع. الموقع عبارة عن روبوتات، هناخد فكرة عنها جوه في الموقع. الروبوت بنشتريه وبيدينا ربح يومي زي ما انتوا شايفين كده. هندخل ونشوف اكتر في الموقع من جوه بعد ما نعمل تسجيل دخول. هيبتدي يفتح معانا الصفحة دي زي ما انت شايف اهوت. انا معايا في رصيد السحب 165 روبل، ومعايا في رصيد التجديد 1426 روبل. دول هنشتري بيهم، بس زي ما قلت لحضراتكم قبل كده احنا مستنيين العرض اللي هينزل علشان السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين. هنشتري روبوتات اكتر وباسعار رخيصة ان شاء الله، فانا عشان كده منتظر العرض ينزل. هنبتدي دلوقتي نعمل اثبات السحب بتاعنا، بس الاول هنروح على الحظيرة عشان نجمع كل الطاقة بتاعتنا بتاعت النهاردة عشان ما جمعناهاش. هنبتدي نيجي تحت هنا وهنقول اجمعها كلها كده، هو جمع للطاقة. هنروح على السوق علشان نبيع كل الطاقة بتاعتنا. انا معايا طبعا 41 روبوت من ده، ومعايا 5 روبوتات من ده. هنبتدي نقول له بيع، هو باعهم لي ب84 روبل زي ما انت شايف كده. انا اصبحت فوق 250 روبل في السحب. هنعمل اثبات السحب دلوقتي. ندخل هنا نضغط على سحب الاموال. هنشوف طبعا المحفظة اللي احنا مسيفينها ايه. انا مسيف الباير. هنيجي هنا ونظهر الباير بتاعنا، وتحت هنا هنكتب 250 روبل. بعد كده هنضغط على الطلب، بس الاول هنروح على الباير عشان اشوف انا معايا ايه. انا اخر حاجة انا دافعها 10 روبل. نعمل ريفرش كده مع بعض. اخر حاجة عندي 10 روبل. نرجع تاني على الموقع ونقول طلب ونقول بسم الله. تمام كده بيقول لي تم قبول الدفع بنجاح للمعالجة. ولو نزلنا تحت هنا ادي 250 اللي احنا لسه ساحبينهم دلوقتي، بيقول لي تم التحويل الى بوابة الدفع. احنا المرة اللي فاتت كنا ساحبين 251 روبل، واللي قبلها كان 164، واللي قبلها كان 427 روبل. هنروح دلوقتي على الباير عشان نشوف وصلت ولا ايه. اخر حاجة العشرة. هنعمل ريفرش كده، لسه ما وصلتش. هنرجع تاني على الموقع بتاعنا، ناخد جولة سريعة فيه، وبعد كده نرجع ونشوف الموقع دفع ولا لا. اول حاجة عندنا في الاعدادات دي هتلاقي تغيير كلمة السر بس بتاعت الموقع، هي دي كل حاجة في الاعدادات. والاحالات ديت هتلاقي رابط الاحالة بتاعك، ده رابط الاحالة بتاعك اهوت زي ما انت شايف. وبقول لك انت لو دخلت اي صديق هتاخد 30% ربح من الموقع، وده رابط الاحالة بتاعك هتديه لاي صديق او هتعمل له شير على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الدفع رجع لي تاني اهو زي ما انت شايف فوق. اعتقد مفيش فلوس في الباير دلوقتي. هنشوف دلوقتي ونرجع تاني. عندنا هنا دي الاحالات، وهنا احصل على المكافأة. هنبتدي نروح ناخدها. طبعا انت بتاخد من روبل لحد
10 روبل من الموقع، هنقول له احصل على المكافأة. انا اخدت 7 روبل اهوت، وانزلوا لي هنا على رصيد الشراء. هنروح على الروبوتات. عندنا اسعار الروبوتات زي ما انت شايف. عندنا الروبوت الاول 149 روبل، ده بيديني في اليوم روبل بوينت 40، وفي الشهر بيديني 42 روبل. ده انا معايا منه 41 روبوت. والروبوت الثاني ب449 روبل، وبيديني في اليوم 4 روبل بوينت 80، وفي الشهر بيديني 144 روبل. طبعا ده انا معايا منه 5 روبوتات. الروبوت الثالث ب2299 روبل، وبيديني في اليوم 15 روبل، وفي الشهر 450 روبل. ده لسه ما اشتريتش منه حاجة. الروبوت الرابع ب3999 روبل، وبيديني في اليوم 47 روبل، وفي الشهر 1419 روبل. طبعا هسيب الباقي ده لحضراتكم تستكشفوهم. هنرجع تاني دلوقتي على سحب الأموال علشان نشوف هو قال لنا ايه بالظبط. هو هنا بيقول لي تم إلغاء الدفع، لا يوجد احتياطي في هذا الاتجاه. هنبتدي نعمل دلوقتي إثبات سحب تاني من الموقع علشان نشوف هتوصل معانا ولا ايه. ادي 250 روبل اللي موجودين معانا، وهنعمل طلب تاني زي ما انتوا شايفين اهوت. تم قبول الدفع، ونزلت هنا هي تم تحويل الى بوابة الدفع. هننتظر شوية كده ونرجع لحضراتكم تاني بعد ما يكون الدفع اكتمل علشان نشوف مع بعض هنعمل ايه. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. دلوقتي وصلت الدفعة بتاعتنا على الباير. هندخل ونتأكد من الموقع. طبعا ادي الباير، معرفش هم شالوا ليه الفيزا من هنا، كنا بندفع الاول على الفيزا، دلوقتي هم شالوها. لو نزلنا كده ادي 250 روبل واكتمل الدفع، دول اللي احنا كنا ساحبينهم. هنرجع على الباير، هتلاقيها واصله لي هنا 247 روبل بوينت 64. ولو دخلنا على اثبات السحب هنلاقيهم موجودين هنا. ادي روبوت كاش اسم الموقع، وده 247 بوينت 64. هي وصلت دلوقتي من شوية. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.